بان انا خرجت. مهم هذا الفيديو هذا درته طلب من واحد الاخ كاين في فرنسا كوافور، تحياتي لك منادي اوفيسيال سميتو عنده في الانستغرام. شكرا بزاف، هذا واحد لي فانز ديالي اللي كيحماق على فيديوياتي. كنت خارجه دابا بصراحه قبيله كنصيفط ليا قال لي فدوي علاش ما صورتيش شي فلوق بالليل، كتصوري لنا غير النهار النهار النهار، ديري لنا شي فلوق بالليل غيطلع زوين. قلت له مرحبا، هي اللي ما هي اللي ما تعاودش. قلت له ديجا راني خارجه دابا الدنيا عامره وكذا، واحد اخت قالت لي عندك يتعرض لك شي واحد. شكون غيتعرض لي اختي؟ شكون غيتعرض لي اختي؟ شوفي الدنيا كي دايره، شوفي شحال بنادم الدنيا عامره، شكون غيهضر معايا اصلا؟ عامره الدنيا طوب والبوليس تبارك الله، الطوموبيل جايه وطوموبيل غاده، امبوسيبل شي واحد يوصل لعندك. وكيما قال لي واحد اخت هو قال لي فدوي ما تمشيش في الظلام، ما كاينش الظلام بعدا كاع، فين هو الظلام؟ الناس كتاكل لاكلاص وكدور، ها انتم لاكلاص. نعم سيدي، مدينة زوينة بزاف بالنسبة للناس اللي باغاو يجيو يضربوا دورة ويمشيو، أما زعما الخدمة عرض عليا واحد المتتبعة غدا إن شاء الله غنتغدى عندها، قالت لي مسكينة فدوى غير ضربي دويرة وتمشي. قالت لي أنا عندي عام هنايا وقالت لي عاجباني بالنسبة يعني قديمة والزنيقات وداك الشيء زوين وكذا، ولكن قالت لي بالنسبة لأنك تكري هنا وتخدمي قالت لي راه أمبوس صافي. وقالت لي فدوى يا فرات الخير وهي يا اختي واقيلا غنجيبو شويه كران هذا نشوف هاد فرات الخير اختي. شوف شوف شي اختي فرات الخير، شوف 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 حوايج العروسه داكشي يا سلام سلم. ايوا صافي اخوتي، قالت ما يمكنش زعما متتبعه ما تبغيش ليا الخير، يا مسكينه قالت لي ما عندك ما ديري هنا، قالت لي ضربي الدور تمشي بحالك. وهي اخوتي هادشي اللي كاين، قالت لي فدوى ما صالحلكش هنا زعما تقولي غادي نلقى خديمه وكذا ما كاينش. والصراحه والله الا مشيت عند واحد السوري قبيله قلت له واش محتاج شي بنت للخدمه، قلت له لان باين ليا داير غير الماكله ديالكم نتوما تاع سوريا، قلت له رانا كنعرف نطيب مزيان الماكله ديالنا المغرب الطواجن وداكشي، قلت له لا بغيتي زعما نخدم عندك ونديروا ماكله مغربيه مع الماكله ديالك. قال لي لا ما نقدرش، قال لي ديجا كاينين هنا الريستورات نتاع زعما تاع العرب يعني المغاربه وهذه. بالنسبه للجزائر ما كاين صراحه حتى شي ريستوره هنا في الجزائر، ما بان لي حتى شي جزائري هنايا في هذه البلاصه اللي جيت لها، ولا شي جزائريه وشي حانوت كذا ما بان لياش، ما عرفتش علاش. هما تيكونوا اكثر كاينين في فرنسا هما في اليكانتي كذا. صافي اخوتي العزاز، وقلت له واش نخدم عندك ندير لك الماكله، المهم ندور مع الشارع، قلت له ندير لك الماكله ديالنا وتبقى اللي جا عندك ياكل، يا ديالنا يا ديالكم. قال لي لا ما بقدر والله ما بقدر. صافي قلت له خويا كيما بغيتي ما كاينش مشكل. ايوا هذا الشيء اللي كاين، هذه البلاصه بالنسبه يجي بنادم يدور ويمشي بحاله، اما زعما خدمه وداك الشيء ما كنظنش، ما كنظنش من رابع المستحيلات. عاد شي واحد اللي بحالي ما عنده لا ديبلوم لا والو، يعني هذه ما يمكنش يعني مستحيل مستحيل مستحيلات. نصوريكم الاجواء كي دايره بالليل، الدنيا عامره، بنادم خارج ياكل لاكلاص. هذا طلب من واحد المتتبع قال لي صوري لنا الاجواء بالليل كي كتكون، غادي نطلع الفوق الى لقيت دوك اللي كيشطحوا داك الفلامينكو ولا ما عرفتش يقولوا ليه، ما عرفتش هذيك الموسيقى ديالهم واش ممنوعه ولا لا، لقيتهم غنصور لكم. اجواء كتكون في شكل عندهم، اصلا الناس هنا كيجيو غير على ود لي فاكونس وصافي. هذا طلب خاص، هذا متتبع اللي طلب ليا انني نصور بالليل. شو هذا كيبيع عند الشاشات، لاقاش عندهم الصهد بزاف داكشي علاش كيبيعوا عند الشاشات اشكال الانواع. نوريكم هاد النافوره بالليل واعره، شوفوا كي دايره من هيدر شحال فنيون. شوف كيسولوني الناس هنا فين كليت، يعني فيها جوج طبقات اما تكرسو الفوق اما لتحت. زوينه صراحه الكسا عندهم مفوجه. وبالنسبه لهاد الطبلات هادو تا هما كيتسماو يعني هاد بالنسبه لهاد الطبلات هادو ديالهم تا هما كيتسماو يعني اللي بغى يجلس بنادم تما كاينه وداكشي. شهيت لاكلاص، غادي ناخذ واحد لاكلاص حيت شهاوني الناس.
نشري واحد لاكلاص من هنايا. نقول عطيناها بوله وحده اورو ما تبوتوا ليا، تعطيني خمسه ديال البولات وحدك نظروا ليا الحلاقه. اتمينا زوينين من جوج اورو للفطر بس اثنين، انا تعبانه شي اسبوع اكلت خمسه. انت مو مغربي؟ لا اهلا وسهلا بناس سوريا. محل عندهم واعر صراحه، فت كم واحد وجيت علينا ما عرفتش والله العظيم. الله يحفظك. فت صراحه شحال واحد تال عنده وقفت، محل عنده نقي زويون. هي دار لي وحده من بيستاج وحده من الشكلاط الابيض، بارك عليا غير جوج. محل عندهم نقيقي ومزيون. ما شهيتكم حقكم في الجنه، عندك وتشهي. ندير هكا نشد الفوق باش ما نشدش الناس كاين اللي ما تيبغيش. ناري ناري غتسمع في اليوتيوب هذه القضيه. مش... غنقطعها غنقطعها. الله يحفظك. عاودي عاودي كلشي مزيان الحمد لله. كلشي مزيان. الله يجيبكم التيسير. دابا انا نبدا لكم في البلاصه الواعره. الشي راه كيحمق والله العظيم، عجبني بزاف. وكي باش نعيش انا خوتي ما حمانيش. ها انتم الريستورات هادو تاع ناي ريستوران مغربي. شوفوا داك الشيء كيداير السقايا. المهم كاينه الموسيقى، خصني نزرب على ود الموسيقى ما خصهاش تسمع. عاوتاني نعاود نصور عاوتاني. حتى هي ريستوران جاو كلهم مستفين. ها الاخرى عاود حتى هادي ريستورا حانوت حانوت ريستورا ريستورا حانوت. راه قال لك الحوانت مصافة والرزق مختلفة والماعرفتش كي كيقولوا ليها. شوفوا لي غير الدريجات، شوفوا الدريجات كي دايرين. ها انتم عاود هادي عاود تاهي ريستورا فيها الموسيقى يا خوتي فيها الشارع كمل. باقي صراحة الشوارع بزاف والزناقي ولكن كيتشابهوا. دابا غنصور لكم غيبان كلشي بحال بحال. هاتي الديور الله يلا واعره والله. وهذا واحد الشارع اللي عامر بزاف يعني بحال هكا الناس كتقهوى. هذا الشيء اللي ما بغاش يتفهم ليا، كل زنقه فيها كنيسه. ها كل زنقه فيها كنيسه، يعني كل زنقه فيها ماشي كتبعد وتلقى وحده. يعني الناس القدام هنا كانوا بزاف. صافي وهذه حتى هي النيت. دابا قريبا نسالي لكم الزنقه. هادي عاود ريستورا تاهي عربيه. اش العدس وانا نعرفها ديالنا. ها هو العدس كيبان التوصيل قدو قداش. ها كنشوف العدس كنعرف الريستورا تاعنا. من الموتور جاي شاد الزنيقه فين كطلعنا وتقولي غير بطانه يا اختي. حي النبيعات تحياتي الناس د الرباط. انا جيت الرباط عندكم مونيكار. بزاف الناس قلت لهم انا اول مره كنجي لكرانادا، ولكن انا عشت في واحد البلاصه سميتها المونيكار قريبه لكرانادا بشي جوج سوايع واقيله. جبت فيها شي عام وست شهور، عشت فيها مع واحد الصديقه ديالي الله يذكرها بالخير في هذه الوقيته هذه. بحال هكايا كنا كنطلعوا انا وياها يوميا وكنجيو. راه غتشوف الفيديو غادي تفكر. تحياتي لك حبيبتي، دوزت معاك يوم واعره في المونيكار صراحه. الله الله يحفظك ويحفظ لك بنيتك ويخلي لك المهمه ديالك. تفكرتك في هذا النهار والله العظيم، تفكرتك افدي وتفكرتك. تحياتي لك افدي وتي. حتى هي سميتها فدوى. صافي دابا غنهبط. دابا يمكن كنكملوا الدوره ديالنا. شوفوا هاد اللعيبات كي دايرين الديور. عجبني صراحه هاد المنظر قلت نوريه لكم. صافي كتجي الدوره ديالنا هنايا كتكمل. كنتسناو الضوء الاحمر يشعل. و ما كنتش غنصور لكم الصراحه، ولكن بزاف الناس طلبوا لي يشوفوها بالليل. يعني قالك الناس بغينا نشوفوها بالليل كيفاش كتكون المدينه. انا دابا غادا البنسيون فين كنسكن انا غنوريه لكم. هاد الشارع كيهبط ليه، الشارع كيبدا من هنا كيحطك طوبيس واحد البارادا كاينه هنايا فهاد القنيط وكتجي هكايا. بالنسبه لك انت على رجليك
هاد الشارع حتى توصلي للكنيسه، اون فاس مع الكنيسه كاين البانسيون، انا غادي نوصل تما ونوريه لكم. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو كندا تفايلت عليكم اخوتي بكندا. بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو غرناطة كاين فين تجلس، يعني كاين فين يجلس بنادم بالنسبه اللي بغى يدور يتسارى. البانسيون راه كبير بزاف، يقدر يجلسوا فيه حتى 4 د الناس. في كاينه انا ها هو اول باب. وها الكنيسه جات اون فاس معاه. بالنهار كتكون السيده هنا، بالليل كطلعي عندها الفوق. ويلي شتري نبقى انا شي دوكا كاين السنسور، كطلعي حتى لاخر طبقه. انا كيرف حطاتني الطبقه 4. هاد اللوطيل حدو الطبقه 5. مزيون نقيقي، ولكن انا خديت البيت بلا دوش. الا خديتي البيت بالدوش زايد في الثمن، ولا خديتي البيت بلا دوش ناقص في الثمن. وبالنسبه للدوش اللي خديت قالت لي راه ما تيعوم فيه حتى واحد من غيرك، قالت لي ما كاينش اللي يدخل لي. ودابا كتجي اللعيبه بحالك بحالك، ودابا كيجي الغطي. هيا فين كتكون هي؟ كتكون هنا هي. هيا هي كتكون هي مولات الغطيل، كتكون هنا في الصباح. دابا غنسد عليا الباب حاشاكم، غنوريكم الحمام كي داير. كنستعملو بوحدي البيت ديالي. ها هو هذا هو الباب ديالي 403. كاين هذا الباب وكاين هذا الباب، يعني غير جوج. كتجي هاد الدريجه بحال هكا. دابا الدوش قالت لي راه ما كيدخل حتى واحد للدوش من غيرك، يعني قالت لي غير انت اللي كتستعمليه دابا. لحقاش قالت لي الناس اللي كاينين كلشي شادين الدوش في البيت. انا خديت الطيب باش يجيني رخيص، خليت الكليمة شاعله باش نلقاه بارد، باش نلقى بيتي بارد. ها هي لاكليم خليتها شاعله، وصبنت الحوايج ديالي اليوم، صبنتهم في الدوش. حويجات اللي كنت مسافره بهم صبنتهم في الدوش، وصبنت حويجاتي هما هادو حويجات اللي كنت مسافره بهم. صافي والدنيا شوفوا كي دايره، كلشي مشقلب كلشي مرون. ايوا صافي، والكليمه ها هي، والتليفيزه غادي نشعلها دابا، ما عرفتش المنظور فين راه. صافي وكيجي البيت بحال هكا، وكان جيت انا بحال هكايا هذاك العسكري المرده. صافي وكنشعلو التلفزيون، كنحيد النظر ونصيب البريصه ديالي، نصلي العشاء ان شاء الله. صافي اخوتي ونجمع هاد الحريره هادي ايوا، ونتسنط العظيماتي. كنتمنى يعجبكم هاد الفلوق ديال غرناطة. يا ميمسي شحال عييت. صافي والكليمه غنطفيها دابا لان بركه عليا. ما نقدرش عليها كضرني. صافي نشوفوا شويه ديال التلفزيون. تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، وتنتمنى تعجبكم الدويره اللي درت بكم بالليل.